صباح الخير عليكم خوت، لاباس عليكم، الله يسعد صباحكم، الله يحفظكم، الله يسلكم الامور ديالكم خوت. تما الله ديما تكونوا في احسن الاحوال، يا رب الله يحفظكم الله يسلكم الامور ديالكم. كما كتعرفوا في هذه الايام هذه فهي ايام عاشوراء، وحنا كنتواجدوا في واحد البلاصه اللي فيها سوق الجمله. سوق الجمله معروفه في مدينه فاس، باب مفتوح الشريفايه. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير تمنى يا ربي الله تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال. كما قال لكم سهيل، اليوم ان شاء الله جينا نتقطعوا الالعاب ديال عاشوراء، واللي بغى شي حاجه يجي مرحبا به. كما كتشوفوا معنا حنا دابا في بلاصه سوق الجمله، يعني فهمتيني، دابا عاشوراء كتشوف الالعاب هي محطوطه، تعراج بنادر عاشوراء عاشوري. ايوا صافي، خليكم معنا حنا نمشيو نتقطعوا السلعه ديالنا ان شاء الله. كما قالت لكم ايمان، دابا حنا كنتوجدوا سوق فوق السوق ديال الجمله مفتوح ان شاء الله بدينا فاس. فاس غادي نمشيو ان شاء الله بدينا نتقطعوا السلعه ديال عاشوراء، فهمتيني، حيت حنا كنتقطعوا بكري شويه قبل الوقت، فهمتيني، وكنبداو كنزحام، حيت عرفتش كتعرفوني انا في ضيق الاعاقه، فهمتيني، فاش كيكون الزحام يعني ما كتلحقش داكشي اللي بغيتي. كنحاولوا دابا كنجيو بكري باش ناخذوا داكشي اللي بغينا واللي بغاو الزبناء ديالنا. ان شاء الله باذن الله تعالى غتشوفوا كلشي بعينيكم ان شاء الله. اليوم غنتمنى على بركه الله حنا نشوفوا الرحمه سميتها. واش كيقولوا لك؟ ما عرفتش انا هذا الاسم تاعك. واه كندوزو من هنا كنعرفوا هذه باش، فهمتيني، الرحبه ديال الزبيب ولا شي، المهم فيها التمر وداك الشيء، كيكون التمر الزبيب كركاع. المهم دابا مع عاشوراء تما مخرجين داك الشيء. ها هي واحد المحل هنا في التمر ديال عاشوراء، الله يوفقهم. دابا غنتمنى لهم الجامع فين المحل. خليكم دابا حنا قربنا عند عدنان ان شاء الله باذن الله باش يجيبوا عاشوراء ديالنا. غتشوفوا بعينيكم كل شيء ان شاء الله، غتشوفوا بالتفاصيل. مرحبا بكم، عيشوا من الاجواء. تبارك الله، خير موجود. نعم ثاني جمعوا السلعه، حنا بدينا بعدا من الكوزينه هي الاولى، ونديروا المونيكات وعاد ندخلوا للداخل ان شاء الله يا رب. تبارك الله، الخير موجود والله، خاص غير الفلوس، الله يسهل الامور يا رب. انتما تبارك الله دخلت عرفتيني المحل واحد اخر، هنايا كاين داك البيس الرقيق. دابا عاشوراء تبارك الله كاين كل شيء، كاين فرادة، كاين هذا بلبل، نائلزا وانا هاد ليغو. ديك الكردة قاية حمزة غير بشوية، ما تقيتش بزاف، ها غير بشوية، ما شوية من هنا من السوق هندسه تنقلصوا عرموا عليك عرموا عليك. ها انت شنو هادي؟ ها نشوف زوينه هذه. اه الزكي فيها وقع ازرق واللون اللي فيها، فيها اللونيه. هذا ولكن هذا تليفون خديجه. لا 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 باقي واحد ليا. مازال واحد. هذيك شحال دايره؟ راه هذيك الكوزينه شحال دايره بلا ما تجبدها؟ بلاش باش ما نعدكش. ها هي 10. ها هي 10. لا 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 باش دورك بالالعاب، الخير موجود. ياه ديالاش الغليظ. ها هاي سوا هذا، والله لا واعر 25 درهم، والله لا والله ما نكذب عليك، نحلفك بالله هذا 25 درهم اصاحبي. شنو ترى
في طريف الخبزه صاحبي كاينه الله يبارك كاين انت اصلا طرد الخبز خويا ياك اخويا العزيز وعشان هادشي ديال الشومبريرات و لبيسين انا خديت من هادو خديت من ديدرات المهم خديت من كلش شويه شويه من الحاجه صافي لبيسينات ها هما كل حاجه خدينا منها شويه شويه وصافي الله يجعل البركه فجبت سير سهيل مالك عيش والله عيش صافي في وسط السيد وحنا دابا جات الظهور فهمتيني انا راسي ها تك حد واقف اللي فوق الراس لا اله الا الله احنا مازالين والله العظيم قرب انا التليفون اي والله يسر اللهم صل على رسول الله الله يسخر دائما انا ابتسر اخوتي والله يسهل علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جمعاء الشريفه ديالنا هي مرضيه هي علينا وحنا جلسنا هذا مسلي ديالنا هي فين هذا الكارطون ديالنا ان شاء الله عليكم السلام بركاته ليكو هو دابا كنا غير ليكو والشمبريرات هما فين هما مع هادو شوف الاخوان دابا يصليو ان شاء الله باذن الله واحد شويه غادي يرجعوا ان شاء الله نكملوا الفصل صافي هذا الليزر 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 كيعطي الصوره هذه اللي علاش كيسولوا عليا الناس كي الدراري اللي بس الليزر هذا الليزر شحال كيدير هذا قلت لي 9 دراهم خرج ب 15 860 خرج هذا هو ما بغاش يطلقونا الناس بحال والله شوف عرفتي شنو دابا الساعه والله العظيم راه ثلاثة هذه ثلاثة اخوتي مازالين اللهم صل على رسول الله السلعة موجودة الخير موجود ها هو رانا كتوريكم الشريفة والله انتم من جلس الصباح تقريبا الصباح وانا جالس فضل الله صافي الله يسمح لنا والله العظيم مازال مغديش الله يصور الله يصورنا وصافي امين وشوف اخوتي والله مسكينة من الصباح هي طلع هبط طلع الفوق الفوقي هبط كلوني هاد النهار والله العظيم صراحة الله المهم حنا كنديروا شي كامل غير باش نرضيو الزبناء ديالنا ونرضيو الاطفال والناس والكليان ديالنا اللي كيجيو عندنا مرحبا بكم بغيناكم تجيو تلقاو شي حاجه جديده وتلقاو شي حاجه زوينه وبثمن مناسب لنا وليكم نتوما والله العظيم حنا كنضربوا مع هذا الثمن قسما بالله العظيم كنبقاو نضربوا مع هذا الثمن باش حنا نبيعوا شي ثمن مناسب يعني فاش كنبغيو نبيعوا الناس كنبيعوا بوجهنا احمر كتخليه يمشي راضي وعاجبو الحال وكيمشي وكيرجع يمشي كاين اللي مشاو للمجا راه انت اللي خاسر في الاخر الحمد لله وهذه غادي نعطيها كادو لشي واحد فيكم الا جا عندي والله تنعطيها هذه اول واحد يجي عندي يقول لي بغيت الكادو غادي نعطيه هذه صافي هذه كادو من عند اخ عدنان غادي نعطيها لكم انا كادو صافي اجي ومرحبا بكم اللي جا عندي وقال لي الكادو اللي وعدتنا في الفيديو والله حتى يلقاها بالله العظيم واللي غياخذها غنصور معاه فيديو عيا صافي يلا مرحبا اطلق راسك على العقرب انت كتسد لي تما كي شوف 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 واحد السيد دازنا السلعه في الكروسه طلق بلال انت دابا حنا خوت شادين الطريق ديالنا بين الله تعالى تخدينا سلعه هزينا شي حاجه راه الدار الاخ عيطنا لواحد الهوندا ان شاء الله باذن الله تعالى غادي يجي ياخذ لنا السلعه ديالنا ان شاء الله باذن الله تعالى باش نمشيو للمدينه ديالنا ان شاء الله حنا شادين الطريق الشريفه هي دافعه بنا الكروسه الله يسخر الحمد لله امور غدا مزيان اللهم لك الحمد الشريفه هي دافعه بنا الكروسه غادي نمشيو ان شاء الله بدينا في حياتنا ياك هي سخفناها النهار شويه الصراحه والله اخوتي شوف دابا راه الثلاثه هذه ولا الاربعه هذه والله العظيم راه مازال مازال بلا غدا مازال الله والله ان شاء الله باذن الله تعالى نمشيو هانتوما اخوتي عاشوراء كاينه كلشي كيجري على رزقه كلشي يقلب الله يسهل كل واحد والله يصوب لكل واحد والله يسهل علينا وعليكم والله الا على بعد اللي مطيرني هو هاد خينا اللي دافع على الكروسه طلق بلال وغادي عايش الحياه يلا الخوت سلام ولا لا هادي القيصريه باب مفتوح اللي تحرقات هي هادي هادي البلاصه اللي كانت تحرقات والله يصوب لهم الله يمت عليه هي هادي الناس اللي مات الله يرحمها والناس اللي يصوب ليها الصراحه هي هادي هي البلاصه اللي تحرقات
دابا الخوت جبنا شي كراتون صغار معنا هنايا المبالاج الكبير بقى تما كاين حتى تجي الهونطه تهزو يعني غتلحق علينا ان شاء الله بدينا الدار. دابا حنا انا والشريفه شدينا الطريق بيننا تاع راه خارجين لا هي المضيه هي صدر جليل نعس لا اله الا الله. دابا كيقال لكم سؤال غير داك البياس الرقيق هزينا حنايا والبياس الكراط اللي بقاو كبارين حتى يجيبو منا داك السيد نسبقوه حنايا وعادي يسمعنا هو ان شاء الله الرحمن الرحيم وصافي هادشي اللي عطانا هو هذا تنكونو ان شاء الله تنفرشو داك الشي ديال عاشورة وهذا نشاركو معاه شي فيديو الى بقاو ان شاء الله بدينا ضروري يعني. ضروري ان شاء الله بدينا تعالى وحنا شادين طريقنا فهمتيني ان شاء الله تعالى الله يحط البركه والله تعالى يجعل البركه في هذا الشيء الله يسر. واللي بغى يفرح وليداتو كما كنقولوا دائما اللي بغى يفرح وليداتو معليه فضاء اطفال السوايع كيتوجدوا في السلاوي ندير تصفروا اي واحد جا عندنا مرحبا به راسي عينيا عندك ولا ما عندكش فمرحبا بك عبوار الى ردينك بلاش او مشيتي بلا خاطرك تمشي ان شاء الله بيدي لضاحك ناشط وفرح وليدك فرحان باللعبه ديالو. والحاجه اللي نضمن لك هي الجوده وحاجه مزيانه وتمام مزيان للجميع فمرحبا بكم اخوتي تعاونوا كاملين لا حتى الى كيك كتاب الله ما كتعرف حتى حنا كنشريو داكشي كنشريو هكا كنشدو يعني رمانه مغمضه واخا كنشريو هكا حتى ضال الحال وكيديو شي بياسه وكيلقاوها خاسره كنردو لهم الصراحه الله الفلوس هما ولا كيبدلوا الحاجه طبيعيه لقاو كيبدلوا ما بقاوش كنردو لهم الفلوس يعني اي واحد كما قال لكم سوايع يمشي على خاطر حيت ضروري داك اللعبه غنبدلوها حنا دابا كلشي صافي كنحطوها تما الله ماشي مشكل تعوض في حاجه واحده اخرى. شوف هذا الشيء اللي خاصك الشريفه من الابجديات ديال المهنه علاش؟ حيت الكليان داها بقى خاسره ليش نفترضوا بقى خاسره رجع ما بغيتش نبدل لهم مثال ما بغيتش نردو فلوسهم ندير معاه مزيان نردو فلوسه ولا شي حاجه غادي ندخلوا في شأن أنا ياك شكون اللي خاسر في الأخير؟ أنا اللي خاسر ماشي هو علاش؟ حيت هو الكليان ديالي جا تقطع من عندي أنا لا ما رديتلوش الفلوس أو ما بدلتلوش ما باقيش يرجع عندي وأنا راس مالي شنو هو؟ تاجر كيما بغى يكون نادي تاجر راس ماله شنو هو؟ هو الكليان الكليان يعني أي تاجر خصو يحافظ على الكليان ديالو تكون معاملة مزيانة تكون لطافة ومساعدة يعني تقدر تسمح في حقك شي مرات كاين فاش كيكونوا عندنا زعما شي حاجة كنجربوه مي كيقول لك وإلا لقيت زعما إلا قدر الله ما خدامش شي كنقول له غير حتحافظ على لومبالاج ديالها وردها صافي بقيتي باش تبدل غتبدل ما بقيتيش فلوسك كاينين هذه هي القاعدة ديالنا خوت بحال شي حاجة ديال التجراب ديال التيليكوموند حجار ولا ضو ولا شي حاجة استطعنا نجربوا له تما حدانا كنجربوا ما كاينش مشكل ما كانش تعطيو هذا الميكروفون دي سير خذ راحتك يعني الناس الكليان اللي كنتيقوا فيهم يعني كيبقى واحد الجسر تواصل بين هو شاد تاع لعبه فرحان بخير اسك خاسره راه ما غاديش نقولوا لا تعكس معاه لا جيبها نبدلالو نردو فلوسه ما كاينش مشكل راسنا علينا حيت حنا بغينا الكليان يمشي ويجي ويمشي ضاحك حتى حنا نبقاو على خاطرنا الله يرحمنا ويرحمكم جميعا اخوتي دابا حنا شفنا الطريق ديالنا باذن الله تعالى ان شاء الله كاين جديد كاين حوايج زوينين صراحه الله البنيتات ولا الوليدات اي حاجه قلبت عليها تبقى فضل اطفال بجد الله تعالى وباذن الله التوفيق من عند الله تعالى الشريفه هي سايقه بنا والله يسر ولا تعسر اللهم امين يا رب امين الجميع المسلمين يا رب جميعا الله يسعينا كاملين والله العظيم شوف خلينا السيد الاخ عدنان المسكين راه هو اللي تكلف انه نهضر مع السيد باش يجي يطلع لي السلام والله العظيم ما نكذبش عليكم انا مازال ما تغديتش نحس براسي بحال اللي عايش شويه الشريفه مسكينه الله يسمح لي منها حتى هي مسكينه راه عيات خاصه داك الفطور ولي كرك عارف الفطور تصبح مسكينه ماشي شي فطور هذا هو ايوا ما توقعناش باش نجلسوا بزاف قلنا كاع الماكسيموم دورنا في حياتنا ولكن واخا مشينا بكري مشينا بكري خوتي والله العظيم مشينا بكري ولكن ما شاء الله غتمشي غير فيها بالشكل هذا دابا هي الشريفه صايبه دابا حنايا صايبين ان شاء الله غادي نمشي وغادي هنا غادي نختموا معكم الفيديو ان شاء الله يا ربي نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير
احسن الاحوال وما تنساوش الشعار ديالكم والكومونتير ديالكم مع الاهل الاصدقاء. وكنقول لكم السلام عليكم، تتلقاو ان شاء الله في المحل ديالنا كاس 9 عشرة ان شاء الله باذن الله.